بسم الله الرحمن الرحيم. اللواء طيار امين عبد الحميد راضي، الدفعه 23. كنا اتكلمنا في الحلقتين السابقين عن التجهيز وتجهيز طيارين الاستطلاع، وازاي دخلنا وعملنا طلعات عمليات في فتره الاستنزاف. جت بعد كده فتره اللي هي وقف اطلاق النار، فبقى صعب انك تخش تعمل طلعه عمليات جوه، فكنا بنكتفي بطلعات عمليات اللي هو الاستطلاع العالي والاستطلاع الالكتروني. وكانت مر علينا عده اخطاء حسب ذاكرتي. طلعه الاستطلاع الالكتروني عباره عن طلعه ايه؟ طلعه بتعمل تقريبا فيها شكل المثلث، يعني طلعه بتعملها شكل المثلث. مع كل ضلع من اضلاع المثلث ديت بيلتقط الرادارات اللي جايه، وبتبقى عموديه على الخط ده، الضلع ده، ثم هيلتقطها في الضلع الثاني، ثم هيلتقطها في الضلع الثالث. تقاطع الالتقاط ديت بيحدد لك المكان بنسبه مش جيده قوي، لكن يعني نسبه نقول جيده لكن مش دقيقه قوي. فبتطلع طلعات استطلاع عالي مايل تقدر تحددها وتربطها باهداف على الارض، وتقدر تعرف الايه المكان بتاع، هل ده موقع رادار بتاع توجيه، ولا ده موقع رادار بتاع بطاريه صواريخ، ولا دي موقع رادار بتاع مركز قيادي. حصلت مشكلة بالنسبة لنا انها بقت الطلعات ايه روتينية زيادة شوية. روتينية انها ايه بقت معروف مثلا انها بتطلع الساعة الحد الساعة 10، والثلاث الساعة مش عارف كام، والاربع الساعة كذا. فابتدى العدو يقفل راداراته في التوقيت ده. الكلام ده حصل في حوالي اسبوع، واسبوع فوجئنا بيها، فجينا مغيرين. قائد السرب قال لك طب اطلع لي الطلعة كمان ساعة تاني، لقينا الجو تاني. ابتدينا نغير ونعمل طلعات ما فيش ايه ماهيش روتينيه، تمام، عشان نقدر نحدد بيها الاهداف، ونجحت فعلا. الاستطلاع العالي المايل انت ما بتعديش قناه السويس، ففي طلعات كتيره كنا انا طاير سيكشن، معايا الفورميتر اللي معايا، طالعين غرب قناه وبنصور شرق القناه، والاقي طيارتين فانتوم طايرين نفس الايه واخدين نفس الاتجاه. غالبا 99% هم طلعات استطلاع عالي مايل برضو بايه بيصور. احنا طايرين كده وهم طايرين كده، ما فيش حد فينا بيشتبك بالنظر، شايفينهم مسافه جانبيه يعني 2 3 كيلو، يعني كلام فاضي يعني. وبنتنا ماشيين لغايه لما في الاخر طب انت عايز ترجع وهو عايز يرجع للجهه بتاعته. فالليدر عندنا بيعمل تيرن والفورميتر يتنه باصص على الايه؟ على الطيارات التانية، لغاية لما الليدر يعدل الفورميتر يبتدي يعمل تيرن وده باصص على، وهم بيكرروا نفس القصة لغاية لما كل واحد بيرجع لايه؟ للمنطقة بتاعته. فكنا بنعمل الطلعات اللي هي الاستطلاع ديت بصفة ايه؟ دورية عشان نجمع منها معلومات. وكان في التوقيت ده ما كانش السرب 22 فقط، بقى اللواء الجوي 123 مكون من سربين، سرب ماسكه المقدم سامي عطيه، وسرب السخوي اللي هو سرب 59 وكان ماسكه المقدم عادل عيد حسب الذاكره. فدخلنا بيه، وكان قائد اللي هو كان المقدم سيد كامل عبد الوهاب. ابتدينا نقرب من فتره الحرب، فوجئنا بزياره للواء حسني مبارك في قاعدة من القواعد، مش قادر افتكر، غالبا كانت في انشاص، لانشاص فعلا. وجي عمل لقاء مع الطيارين، كنا في سربين، سربنا الميجا 21، وكان في سرب تاني ميجا 21 مقاتلات. فجمع المجموعة كلها وقال احنا داخلين، يعني داخلين ما حددش التوقيت، لكن قال لك يعني الحال مش هيتنه كده ولازم نرجع ارضنا. وكانت فعلا قاعدة فيها رفع الروح معنوية غير طبيعية، وكان بيقول لنا ان احنا ممكن لو دخلنا في حرب وعملنا ضربات ضربه جويه ممكن الخسائر تصل الى من 40 ل 60%. طبعا هو الرقم عالي، لكن احنا كلنا جاهزين ان احنا نفدي بلدنا وان احنا نموت شهداء، بس بشرط ترجع سينا تاني لمصر وترجع كرامتنا تاني. ففعلا كل كان جاهز ان هو ايه انه يقدم روحه، ويقدم روحه وهو سعيد انه بيقدم روحه فداء للبلد، وانه يرجع وضع البلد وينتصر في الحرب اللي بعدين. المهم ان كان تم ايه تجهيز بقى للتاكيد، طلعات تم تصويرها سابقا وعندنا معلومات كامله بالكامل عنها، لكن جالنا ان في
كمية من الطلعات اللي هي المفروض بعد كده المقاتلات القاسفة هتطلع تضربها، ان احنا هنبقى نطلع نأكد الاهداف دي قبل الايه؟ قبل الضرب. فكنا متقسمين لكذا سيكشن، 6 سيكشن، كان سامح، حشمت، محمد، امين، طارق، عادل، 6 طيارين كل واحد مع فرويتر. انا كان الفرويتر معايا اللي متحدد معايا كان نشأة نجيب، كان عادل مع صبوت عجازي، طارق مش فاكر كان مع مين. المهم كنا متقسمين الى 6 سكاشن، وكل سكشن كان عنده 3 4 اهداف تم تصويرهم سابقا، عارفينهم كويس قوي. علما برضو انا نسيت اتكلم في الحلقات السابقه ان ما هي امكانيات الطياره اصلا، امكانيات الطياره عشان تخش بيها على الهدف. انت معكش حاجه غير الكمبس، وما انتش عارف اصلا الهدف اللي انت رايح له، الهدف ده فين؟ ده انت داخل بيقول لك دور على هدف في مساحه 5 كيلو في 5 او 10 في 10. فانت ورزقك بقى بتخش وداخل لو فلاينج، وبعدين بتعلى شويه تقدر تشوف الهدف، ترجع بقى تثبت الهدف على ايه؟ على الخريطه، تطلع بقى طلعات تصوير عالي، تصوير منخفض، لغايه لما تاكد وترسم الهدف. فما كانش معاك اي نوع من انواع الايه؟ المساعدات، غير الزمن اللي احنا فيه، وغير التحديد خطوط العرض وخطوط الطول. لا، ده بيقول لك كامبس، وبتخش تدور على الهدف وتشوف. فالمهم ان اتقسمنا الى 6 مجموعات، كل واحد عرف الاهداف اللي عنده. انا عارف ان ليا 3 طلعات هطلعهم انا ومعايا نشأت، وده له 3، كل مجموعه كان لها 3 طلعات هنطلعهم قبل الحرب. فكان معانا السرب الثاني كلهم يسالنا، انتوا جالكم تعليمات؟ طلع هنطلع طلعتوا طلعات؟ لا لسه. فبالتالي السرب اللي معانا يقول لك ايه بقى، لسه الحرب لسه مش هتبتدي، خلنا فيهم 5 اكتوبر برضه مفيش حاجه، بنطلع طلعات اللي هي الروتينيه اللي هي ايه، استطلاع عالي مايل او استطلاع الكتروني لتحديد ما سبق ايه من المعلومات اللي جبناها. طب طلعتوا الطلعات التانيه دي اللي هي الاختراق دي؟ لا ما طلعناها. فكل يوم السرب التاني يقول لك يبقى لسه الحرب فاضل يوم، فيها 2 3. فوجئنا يوم 6 اكتوبر الصبح الساعه 10 ونص انطلب طلعه استطلاع لمنطقه الزعفران. فطلعت انا ومعايا نشأة نجيب، كانت طلعت تقريبا 11 ونص الصبحيه. فطلعنا عشان نستطلع الايه اللي بيقولوا ان العدو دخل منطقه الزعفران، طلعنا عشان نستطلع في عدو دخل ولا لا. طلعت الطلعه، نزلت قلت لا في عدو دخل، مفيش حاجه يعني، ما شفتش حاجه، ما صورتش حاجه، وبلغت ان ما شفتش اي حاجه. فوجئت بنزول البيان الاول للقوات المسلحه، اول بيان يوم 6 اكتوبر بيقول ان قام العدو مش عارف بدخول قوات من عنده دخلت منطقه الزعفرانه، وقامت طائرات الاستطلاع باستطلاعها وتاكدت من وجود العدو. ودي كانت من ضمن الحاجات الكاموفلاج بتاعت الايه الحرب. وبعدين نزلنا، جت التعليمات كانت معروفه لدى قاده الاسراب وقاده الالواء بالكامل. المقدم سامع كان يعلم امتى الحرب الساعه كام ومعاه الايه الجواب، اتفتح قبليها مثلا بيوم او يومين، انا مش قادر مش فاكر، لكن هو يعرف ناس. ففوجئت انه جاي بيقول ان شاء الله الطيارات المقاتله بتاعتنا القاسفه هتطلع تضرب، والمقاتلات هتطلع تحميهم، واحنا عندنا الجزء هنمسك حمايه وطوارئ بالمجموعه دي، بقيه السلب كله بالكامل مسك طوارئ عشان الطلعات اللي هتطلع. انا كنت لسه نازل من طلعه انا ومعايا نشأة. فابتدت الطيارات السرب الثاني تحمل القنابل عشان طالعين يضربوا هدف. فقلت اطلع بص على، انت فاضي ما عندكش دلوقتي لسه عشان تمسك طوارئ، لسه قدامك ايه ساعه او ساعه الا ربع، فاطلع فوق دشمه ودي الجنب، لما عوز طوارئ انزل تاني عشان تمسك طوارئ يعني. بص على الطيارات بتاعتك، الطيارات اللي طالعه تضرب دي. فكان طالع 40 طياره، ممرين 2 وممرات متقاطعه. اقسم بالله لو جبت الطيارين دول وحددت لكل واحد تعمل ريليز امتى، تفتح البلر امتى، تعمل ريليز للبريكس امتى، عشان يطلعوا في السيم تايم لو ليفل كاتم النوز ار تي، ما فيش ار تي اصلا، ما بيتكلمش، مش هيخبطوا ببعض. لقيت ال 40 طياره بسم الله ما شاء الله طالعين، كله طالع واخد اتجاهاته، كله مقاطع بعضه، كله طالع لو ليفل، مكمل على 20 30 متر، مكمل في اتجاه ايه؟ في اتجاه قناه السويس، ومعدي وكله راح لهدفه وشايف هدف. طيب طلعت الطيارات، قاعد انا واقف فوق الدشمه، 40 طياره، خسائر متوسط من 40 ل 60، يعني خسائر 50%، يعني في 20 طياره مش هيجوا، مين يا ترى منهم؟ كلنا عايشين مع بعض. وقفت فوق الايه؟ الدشمه واشوف الطيارات، رجع ما فيش 20 25 دقيقه ابتدت الطيارات تيجي، 4 بقوا 8 بقوا 10 12 ل 20. بعد ما وصلنا بقى لل 20 وانت طالع، الدموع عماله ايه؟ دموعي نازله وانا مش عارف امسكها. 24 ده 26 28 30 32 36 38 ال 40 طياره اللي طلعوا نزلوا.
فكانت حاجة بالنسبة لنا حاجة غير طبيعية، وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد نفذ أهدافه كويس قوي، كل واحد داخل على أهداف متصورة واخدها حافظها وعارف الهدف اللي هيضربه ايه، واصلا متمرن على حاجات لها في تبة في وادي النطرون، وطلعت طلعات مشابهة لضرب الهدف ده. نزلنا، المهم اتجمعنا، كان رئيس أركان على ما أعتقد اللي هو المسيري حسب الذاكرة، فجمعنا وكنا جالوا التعليم البيانات بقى من غرفة العمليات بأن الطيارات اللي طلعت كلها ما خسرناش فيها غير تقريبا من 4 أو 6 طيارات برضو حسب الذاكرة. كان منهم عاطف السادات أخو الرئيس السادات، وعاطف ده قبلنا بدفعتين، الدفعة 21، ربنا يرحمه ويرحم الجميع، واتحقق النصر اللي كان أملنا فيه. المهم ان كان بيقال ان احنا هنأكد الطلع في طلعة ثانية أخرى، طلعت ضربة جوية تانية قبل آخر دور. لم تطلب الطلعة ديت، جالنا تعليمات ان كل الأهداف انضربت، مفيش يعني تقريبا بنسبة عالية للغاية، ومش محتاجين عمل ايه ضربة تانية. وانتظرنا وابتدينا ماسكين طوارئ دي لأي حاجة تحصل. طيب انت كطيار استطلاع، ايه اللي فترة الحرب اللي هي من 6 اكتوبر لغاية وقف اطلاق النار، ايه شغلك؟ لم يطلب مننا، لان احنا الطيار استطلاع لا يقاس مقدرته ولا قوته، انت عملت ايه في فترة 73 من 6 اكتوبر لغاية وقف اطلاق النار، لان انت جايب معلومات، المعلومات دي هي اللي طلعت الباقي، هي اللي طلعت بتاع المقاتلات القاسمة، هي اللي خدها بتاع القوات البرية عشان يعرفها، هي اللي خدها القوات البحرية، اللي خدها كل القوات خدتها عشان يقدروا ايه يشتغلوا. ومع ذلك طلب طلعت استطلاع من ميج 21، وكانت في طلعه من السكوي، وكان سيكشن طالع على حسب الذاكره يوم 11 تقريبا 11 اكتوبر، كان سامي عطيه ومعاه طارق حمدي، كان استطلاع لمنطقه الزعفرانه، واستشهد طارق فيها، ورجع سامح بالصور بتاعته للمنطقه. في بعد كده طلع ابتدوا قال لك ما نطلعش سكاشن، نطلع انديفيدوال. لما لقوا ان موضوع السكاشن كلنا جاهزين، اي واحد فينا يقدر يطلع طلعه سولو، فاتخذوا تعليمات ان اي طلعه استطلاع تتم بعد كده طلعات فردي، كل واحد يطلع بطوله ويرجع بالمعلومات لوحده، بدل ما تخش بطيارتين ويبقى في امكانيه لخساره ايه طيار، ويبقى سهل المناوره بالطيار، واحد بيخش ايه يشوف الهدف ويرجع. طلع سيد كامل حسب الذاكره، طلع ممدوح حشمت اللي صور صورة بتاعت الكوبري اللي اتعمل بيه الثغرة بعد كده، طلع من السرب التاني مش فاكر الأسماء ايه، لكن السرب التاني كان ماسكه عادل عيد، والسربنا كان ماسكه سامي عطية. استشهد لنا طارق حمدي من السرب 22، وعلى ما اعتقد محسن عاشور من السرب بتاع السقوي اللي كان فيه مجدي عادل عيد ومجدي شعراوي ومجموعة أخرى. لما جت وقف اطلاق النار، جم بلغوا قال لك في العدو دخل جبل عتاقة، عمل اخترق وقف اطلاق النار، ودخل بقوات له في جبل عتاقة فوق ارض النزول. فطلب طلعت استطلاع، انا اللي كان عليا الدور، فطلعت الطلعه. البريفنج اللي مدهوني المرحوم اللي هو سيد كامل اللي كان مقدم ياما، قال لي امين ما تعديش الجبل، أمين خش على الهدف، شفته صوره وتعالى، ما شفتوش وعديته ما تعديش الجبل، لف وارجع مش مهم، وبنكرر الطلعة تاني، لكن ما تعديش، أنك لو عديت الجبل ارتفاعك بدل ما كنت طاير 10 15 متر ولا 20 متر هيبقى ارتفاعك كيلو ونص 2 كيلو، وهتنضرب بأي حاجة سواء مدفعية أو سواري. المهم طلعت الطلعة، عديت طبقا للخريطة اللي معايا وطبقا للشكل اللي قلته، للشكل اللي اتقال لي، ما شفتش أرض هبوط وما شفتش قوات. فاتجننت، قلت انا مش هرجع كده، يعني لازم ارجع بالنتيجه، مش هرجع بطولي كده، ده انا حياتي كلها استطلاع وعارف ازاي اجيب الهدف. فعديت فوجئت فعلا ارتفاعي بقى كيلو ونص 2 كيلو، بفات بقى يمين وشمال الطياره. المهم عملت ايه؟ ترن تاني ورجعت تاني على ايه؟ جبل عتاق، شفت ارض الهبوط، شفت القوات بتاعتهم محطوط عليها حرف التي الايه؟ المعكوس على صورتها، رجعت اديتهم الصور، اديت بيان من فوق بالنظر يعني تعليمات بالار تي، وبعدين نزلت تم الصور بتاعتنا استلموها وخدوا الصور عشان ايه يكملوا اجراءاته. طبعا في الفتره اللي هي اللي جاب فيها حشمه صور اللي هي بتاعت الكوبري اللي عدى، وما
ما تمش معرفته، علما ان هو واضح او الصوره دي واضحه او الصوره دي يمكن انا ايه عندي الاصل بتاعها ويمكن سلمته لهشمت، وحشمت على ما اعتقد طلعه في حلقه في الحلقات برضو مع المجموعه 73 وباين فيها الكوبري والايه والقوات اللي جايه، الا انه ما اتخذش قرار فتم حدوث ثغره واتعملت الثغره. الملحوظه هنا بس كانت غريبه شويه في الفتره دي، مش هتكلم على ليه ما تمش التعامل معاه دي مش بتاعت انا، لكن هتكلم على ان الفتره اللي هي من 6 اكتوبر لغايه الثغره كان الطيار المقاتل القاذف سعيد جدا ومطمن وهو بيضرب ومطمن ان في طيارات مقاتله حامياه. لا ده الموضوع ما بقاش طيار وطيار، لا ده بتاع القوات البريه او بتاع البحريه او بتاع الدفاع الجوي كله مستريح وعارف ان في قوات جويه حامياه وفي دفاع جوي حامي مصر. لما دخلنا في الفتره اللي هي بعد الايه؟ بعد اللي هي قبل الثغره مباشره، لا القصه بقت غريبه شويه. عدد الطيارات اللي بتشوفها لما بتطلع في معركه جويه، طيارات جايه براند نيو، طيارات لونها لسه اللي هو اللون السيلفر ما خدتش ايه؟ دهان. ابتدى يجي لهم دعم، اسرائيل ابتدى يجي لهم دعم غير طبيعي من الولايات المتحده، وبقى عدد طيارات كتير لدرجه ان بقت بتخش في من زمايلنا اللي هم اللي في اسرار المقاتلات بيقول لك بقى بنخش عشان داخل تحمي وداخل تحمي طيارات داخله تعمل مقاتلات قصف داخله تضرب اهدافها، يفاجئ بعدد كبير جدا من الايه؟ من الطيارات اللي موجوده ولسه حتى مش مموهه. في حاجه برضو نسينا نتكلم فيها على مجموعه الطيارين الروس اللي كانوا موجودين معانا. الطيارين الروس اللي كانوا موجودين معانا كان موجود في كل سرب من 1 إلى 2 طيارين. الطيارين ديت يعني ما خدناش منهم اي نوع من الفايده، بل بالعكس اللي انا فاكره انا لا اقل من السلاح اللي خدناه من روسيا اللي دخلنا بيه الحرب وعملنا بيه الانتصار، لكن انا بتكلم على الطيارين في الفتره دي ما خدتش منه حاجه تفيدك كطيار مقاتل، بل بالعكس ناس زمايلنا تم اسرهم في حرب 73، وبعدين لما كان بيطلب منهم انت معاك مين وانت فين حته، فبيدي معلومات غلط عشان ما ياخدوش معلومات حقيقيه عننا، فكان يفاجئ بخبير من الخبراء اللي كان موجود في مصر موجود في اسرائيل وبيديله الايه؟ الاسماء. لا ده انت معاك فلان علي ومحمود وسيد، ده انت الحته الفلانيه الميز بتاعكم كان يعني المعلومات كانت ايه بتروح. هرجع بالذاكره شويه صغيره لما كان كميه الطيارين اللي بتطير طلعات عمليات قتال جوي داخل مصر من الدفعات السابقه ليا، اللي قدموا تضحيات كتيره وقدموا شغل جامد جدا، لدرجه الواحد كان بيشوف طيار بيطلع ينضرب ينط ينزل المفروض يقعد له 5 6 ايام عشان ايه؟ عشان يبتدي يرجع يطير تاني، بيرجع تاني سليم وياخد طياره ويطلع. تمام؟ وساعدناهم احنا كسرب استطلاعنا، احنا مسكنا طوارئ ايه؟ طوارئ معاهم. لما زادت قوي الطلعات اللي كانت ايه؟ بتتم وطلعات العمليات اللي كانت بتتم. فجم في مره من المرات الروس قال لك لا لا ما ينفعش الكلام ده، احنا اللي هنمسك طوارئ. ومسكوا طوارئ الروس، وكان يوم بالنسبه لي كان يوم سيء، وكنت متضايق نفسيا جدا، لان انا مش عايز حد يدافع عن بلدي، احنا موجودين ندافع ونضحي بعمرنا عشان بلدنا، مش عايز حد تاني يعني. فمسكوا وربنا كرمني يعني ان هم مسكوا يومين. اليوم الاولاني دخل مجموعه من الطيارات الاسرائيليه، طلع لهم 24 طياره حسب الذاكره من الميج 21 عليها طيارين روس، ضربوا طيار ووقعوا طيار. ونزلوا الدنيا انقلبت بقى الفودكا لغايه الصبح من السعاده بالتكال، مفيش حاجه وقعت من عندهم وايه؟ وضربوا طيار. انا طبعا نفسيا ما احنا ضربنا بدل الطياره ضربنا طيارات كتيره جدا ووقعنا طيارات كتيره جدا وما كناش بنطلع بال 24 طياره، وقعنا طياره. جه تاني يوم كرر طلعه تانيه، اتاري اليهود محضر لهم كمين مظبوطه ومجموعه طيران طاير لو ليفل مش باين على الرادار، وعدد من الطيارات 8 طيارات 12 طياره باينين على الرادار، طلعوا ال 24 رجعوا مضروب منهم 5، نزلوا مضروب منهم 5، انا جبت شربات ووزعت لان خلاص انا من بكره تاني هرجع تاني، احنا هنرجع ليه وضعنا تاني، وفعلا بطلوا هم ورجعنا تاني ايه مسكنا طوال. فدي من الحاجات برضو اللي مرت في اللي في فتره الايه الاستنزاف اللي هو قبل الايه قبل حرب 73 اللي ما كناش جبنا سيرتها قبل كده.
انضم لنا مجموعة من الطيارين بعد كده في السرب، كان إسماعيل الحبروك وأشرف عبد المنعم ورشوان مختار مسعد وعصام التهامي، محمد دسوقي، هشام صبري، محمد صادق، أيمن عديل، ودول كملوا معانا. أنا مش عايز أنسى مع الكلام اللي بقوله ده إن القوات الجوية مش طيار، القوات الجوية في أطقم فنية، في مهندسين، دورهم زي وأكتر مني، يعني بدونهم أنا ما أعرفش أشتغل، وبدوني ما يعرفوش يشتغلوا، فاحنا مجموعة بتشتغل مع بعض بتطلع ناتج اللي هو القوات الجوية اللي بتنفذ ايه المهام بتاعتها. طبعا مر عليها قادة عظام ما اقدرش انساهم، زي حسين عزت، زي سيد كامل، زي سامح، زي شريف. سامح ده قصة تانية، ربنا يكرمه ويديله الصحة. سامح لامم السرب لغاية النهاردة، لامم كل طيارين السرب بعائلاتهم لغاية النهاردة، فربنا يكرمه ويديله الصحة. حتى بيتم لنا لقاءات موجودة، لقاءات كثيرة جدا بطولنا أو بسيداتنا وبأسرنا. يعني مش عايز أنسى إن أنا أترحم على اللي توفوا في الفترة السابقة، ربنا يرحمهم جميعا ويجعل مساهم الجنة، بدءا من محمد السيد، ثم اللواء محمد السيد، اللواء سيد كامل، اللواء عادل طه، اللواء حلمي عقل، العميد شوقي عثمان، العميد اشرف عبد المنعم اللي هو توفى من فتره قريبه، من حوالي 3 4 اشهر، فربنا يرحمهم جميعا. برضو عايز اقول حاجه تانية، ان في القوات الجويه والقوات المسلحه والشرطه، القوات الجويه والقوات المسلحه والشرطه بذلت مجهود غير طبيعي في الفتره السابقه لمحاربه الارهاب. انا عايز اتكلم بس ان انا لما كنت بطلع طلعات قبل كده انا عارف العدو، عارف ان داخل عدي سينا ده العدو، لكن النهارده اللي اشتغل في فتره اللي هي الايه الارهاب ومقاومه الارهاب، كان بيطلع له الارهاب ممكن ايه واحد من بيت جنبيه، واحد من ساكن معاه في نفس العماره، فكان الله في عونهم، قدموا اداء متميز سواء كانت قوات مسلحه او قوات جويه او شرطه، فربنا يكرمهم جميعا وانهم رجعوا مصر الامان، وربنا يكرم البلد دي ويتنها في وضع افضل. وبعدين برضو في حاجه قبل ما اختم، في اللي هو بعض التصريحات ان مصر لم تنتصر في حرب اكتوبر، لا ده انت انتصرت في حرب اكتوبر وعديت قناه السويس اللي كان بيقول لك ان ما حدش يقدر يعديها، والمانع الحصين ده انت عديت قناه السويس ودخلت خدت النقط القويه وعملت كباري وخدت رؤوس كباري ودخلت شرق القناه واستوليت على اماكن شرق القناه. هو عمل ثغرة خد بيها عشان يقدر يعمل سنة من التفاوض، لكن لو لم يتم مساعدة إسرائيل من أمريكا ما كانتش حصل الثغرة دي، وكان الوضع يبقى أفضل. لكن أنت انتصرت، وانتصار يدرس لمئات السنين المستقبلية.